سواق الجرائم السيبرانية كيهدف إلى تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبرانية، الأساليب الإجرامية المعتمدة بخصوص قضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، التشهير، انتحال صفة، قضايا النصب عبر الإنترنت، الاختراقات وغيرها من الأشكال والأساليب الإجرامية المرتبطة بالفضاء الرقمي. أيضا هي فرصة لشرح للزوار مجموع القوانين اللي كتجرم هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تعريف المجهودات وكل ما تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة هذه الجرائم، تعريف الوحدات المتخصصة اللي عندنا وغيرها من المجهودات اللي كنقوم بها من أجل مكافحة الجرائم في العالم الافتراضي. رواق الجرائم السيبرانية هو مقسم إلى فضاءين، فضاء خاص بالأطفال وآخر خاص بالشباب وبالبالغين، واللي خصصنا لهم مجموعة من الورشات ومجموعة من الاختبارات ومجموعة من النوطيات اللي فيها النصائح ديال كيفاش يتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش يتعاملوا يعني مع انترنت بطريقة اللي ما تخليهمش يكونوا ضحايا الجرائم الإلكترونية. وأيضا كنشرح لهم أن بعض الأفعال هي معاقب عليها وكتشكل أفعال يعني اللي هي مجرمة بالقانون المغربي. وعيا من المديرية العامة للأمن الوطني باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لغاية وأهداف إجرامية، فقد تبنت ومنذ عدة سنوات استراتيجية لمحاربة الجرائم في العالم الافتراضي. هذه الاستراتيجية اللي كتبنى على عديد من المحاور، من بينها خلق وحدات متخصصة. فالمديرية العامة للأمن الوطني كتوفر على وحدات متخصصة في البحث والتحري في القضايا السيبرانية بجميع الأنواع ديالها، منها ما هو مركزي كالمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومكتب وطني على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اللي هو مكتب متخصص في هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى 32 فرقة على المستوى الجهوي بمختلف مصالح الشرطة القضائية. أيضا نتوفر على مختبرات متخصصة في تحليل الآثار الرقمية، عندنا المصلحة المركزية للأدلة الجنائية الرقمية على مستوى مديرية الشرطة القضائية، عندنا مختبر متخصص في تحليل الآثار الرقمية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وخمسة ديال المختبرات استغلال الآثار الرقمية، واحد عندنا هنا بفاس على مستوى الولائية المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، واحد بتطوان بمراكش بالعيون وبالدار البيضاء، وكيشتغلوا فيهم كفاءات متخصصة للقوا تدريب واللي كيبحثوا في جميع القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، جميع قضايا الجرائم الانترنت او الجرائم السيبرانية، كنجمعوا الأدلة من اجل يعني الابحاث في هذه القضايا تحت اشراف النيابة العامة وتقديم المشتبه بهم للعدالة.